كاين داك الشيء والو دي حنا كنهضروا على العون في المراه داك كاع كنت انا كاع ما تلقيني ليهم انا لا 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 غير هضره خاويه كذوب داك الشيء كذوب داك الشيء غير كذوب داك الشيء هو كل واحد وكيفاش كيستغلها هي فحوايج ايجابيه وحوايج سلبيه مي انا ما كتوالمنيش يعني ما لا تستهويني كنفضل اشياء اخرى نديرها على اساس انني يعني نمشي لي ريزو سوسيو ولا شي حاجه مي كل واحد حر في حياته هذه مساله حريه شخصيه كل واحد حر يدير اللي بغى هذه دايره هذا المجتمع ديالنا مازال كيعاني ماشي غير ديالنا راه مجتمع دولي مازال كيعاني راه حتى مازال في اوروبا ومازال النساء كيناضلوا كيهضروا على حقوقهم وهذه على التساوي ما بين الجنسين دونك راه بيان سور ان بلادنا كنقصها بزاف كما انا كنعيشوا هذا المجتمع ديالنا اللي عندنا ثقافتنا عندنا تقاليدنا عندنا تربيتنا اللي المراه مازال انها خاصها واحد المرتبه عليا فيها لان راه هي الام هذه هي المراه هي الام ان شاء الله احنا كنوجدوا شي حجر رمضان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لا 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 مسلسل درامي اجتماعي ما انا جاني مفاجئ لان ما كانش عندنا شي اخبار واش كان مريض ولا هذه دونك وصلتنا الاخبار لا غد ليه مشيت للبيت ديالو الابناء ديالو الاسره ديالو الزوجه ديالو عزيتهم وهذه مي الله يرحمه الله يرحمه الله يصبر حبابه الله يصبر المغاربه كاملين فيه السيد اللي عنده تاريخ كبير اللي قدم بزاف الحوايج للجمهور المغربي لا في الدراما لا في المسرح خاصه دونك الله يرحمه الله يوليه برحمه الله هادشي اللي غنطلبوا ليه فين بانت لك شي حاجه دابا انا كنخدموها في رمضان بحال الموسم ما كاينش شي عمل دابا فني جديد وسميتو دابا رمضان يلا الانتاجات عاوتاني عادي يشوفوا الناس اللي غتحكم انا ما يمكنش نحكم من لحد الان ما كاين والو دونك كنتسناو رمضان راه ما الناس خدام والله ما تبعتش انا بصراحه ما تبعت لان انا متابع الدراسه ديالي عندي ماستر خدام فيه عندي بروجيات ديالي عندي المسرح كنخدم فيه بزاف حاليا مؤخرا دونك والله ما زعما ما متبعش شي حاجه يعني شحال هادي ما شفت شي حاجه في التلفزه ولا هذه اصلا شحال هادي مش علاج نتمناو اننا كنديروا شي حاجه واخا تكون بسيطه واخا 0.00% نحاولوا نعاونوا بها المجتمع ديالنا يزيد قدام مي نتمناو ان الاشياء تزيد وتدفع وتزيد بنا القدام اللهم اجعل هذا البلد امنا 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 يا رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.